ستشين مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية بغليزان. وبدو يؤكد إصرار الدولة على مواصلة تعزيز التنمية بالمناطق النائية والتكفل بانشغالات المواطن. أبعاد تنموية وسياحية لمشروع الطريق الشنابي لمدينة شرشل، وتسليم الشطر الأول شهر سبتمبر المقبل. تسجيل نحو 5 ملايين مصطاف بفضل تحسين مستوى الخدمات بمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية. وفي النشرة وقفة عند مخاطر ظاهرة انتشار المركبات المائية قرب الشواطئ. وفي الواجهة الفنية مهرجان والفكاهة والضحك يحط الرحال بعين الدفلة. ومهرجان جميلة يختتم بكوكتيل من مختلف الطبوع الجزائرية. تحية لكم مشاهدينا، أهلا بكم. والبداية بزيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى ولاية غليزان، والتي أكد منها على الجهود الكبيرة لضمان تغطية حاجيات المدارس الابتدائية للوطن بالطاقات المتجددة، مشيرا إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية. وبالمناسبة أبرز بدوي خلال تفقده لعدد من المشاريع، أبرز إصرار وعزم الدولة على مواصلة بعث التنمية بالمناطق النائية والتكفل بانشغالات مواطني المنطقة. التغطية لعبد الجليل بردودي والتقرير لزكريا مهوبي. تغطية حاجات المدارس الابتدائية بالطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث القادمة هو ما أكد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي خلال تدشينه مجمعا مدرسيا نموذجيا ببلدية بوداود بغليزان. هدفنا في هذه الثلاث سنوات القادمة كل مدارس الابتدائية اللي موجودة عبر تراب الوطن تجهز بوسائل الطاقات المتجددة وخاصة طاقات شمسية. هذا راح يخلينا نربح ملايير وملايير وملايير بميزانية البلدية، ونوصل لكل التجهيزات العمومية اللي هي موجودة عبر التراب الوطني أنها تسير بالطاقات الشمسية، وهذا يدخل في إطار الاستراتيجية اللي أقرها سيد رئيس الجمهورية بالنسبة لاستعمال الطاقات المتجددة. وعند وضعه حيز الخدمة لمشروع تحويل مياه البحر إلى غليزان انطلاقا من وهران، أكد وزير الداخلية أن الإنجازات المحققة عبر البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية تضع خدمة المواطن على رأس الأولويات. في كثير من الحالات ننساو. ننساو سنوات التسعينات وكل هذه المنطقة الغربية وهذه المحطات نتاع التحلية وهذه المضخات وهذه القنوات وهذه كل هذه الاستثمارات هو تحدي من بين العديد والعديد من التحديات. هذه نقولها اللي يشكوا في نفوسهم ويشكوا في هذه التحدي التنموية، لأن السيد رئيس الجمهورية رفع على نفسه وجسد هذه السياسة التنموية التي تضع المواطن الجزائري في قلب كل الاستراتيجيات التي أقرها. ومن بين هذه التحديات اليوم نعتز كجزائريين ونفتخر كجزائريين بأن عبر التراب الوطني وبإمكانيات مالية ضخمة أصبحنا بلد مؤهل في مجال تمويل مواطنيه بالمياه الصالحة للشرب. خاطر الناس تكلم على هذيك السياسة السياسوية، ولكن احنا علمنا السيد رئيس الجمهورية نتكلم عن السياسة التنموية، عن السياسة اللي تهم المواطن، عن السياسة الجوارية التي تستمع لانشغالات المواطن، وعن السياسة التي تضع المواطن الجزائري في قلب تحديات
وضمن محطات زيارة مركب النسيج تيال الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية تركية. ومن ولاية تيبازا أكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الأهمية التنموية والسياحية لمشروع الطريق للشنابي لمدينة شرشل، والذي يمتد على طول 17 كيلومترا تستلم ثمانية منها كشطر أول شهر سبتمبر الداخل. رامي عامر. المدخل الغربي لمدينة تيبازا يشهد تجسيد منشأة فنية بمثابة الحل للنقطة السوداء بتقاطع الطرق المؤدي إلى كل من شنوا وشرشال. تتسرع إن شاء الله، تتسرع تسقم تنحي بزاف مشاكل الغاشي. ولأن الحلول تستلزم أساسا بعد النظر، تفقد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان نسبة تقدم الطريق الاجتنابي لشرشال على طول 17 كيلومترا، ويشمل 7 منشآت فنية من بينها جسور عملاقة تمثل حسب ما عبر عنه الوزير تذليلا للصعوبات والتضاريس في سبيل خدمة المواطن. هذا المشروع كامل يندرج في إطار مشروع ينطلق من مازافرون حتى مخرج الغربي لشرشال وسيدي غلاس، وفيه أفاق الوصول به مستقبلا إن شاء الله إلى حدود ولاية الشلف. هذا المشروع يعطي جاذبية لهذه المنطقة، يجعلها منطقة مستقطبة، هو داخل في إطار التهيئة العمرانية والتهيئة الإقليمية بلان داميناجمون نتاع البلاد بصفة عامة، ودخل في المخطط الوطني للطرقات. بهذا المشروع ستنتقل البلاد نتاعنا الجزائر من حوالي 600 كيلومتر سنة 2000 تاع ليفواي اكسبريس الطرق السريعة إلى 5500 كيلومتر حاليا من الطرق السريعة والطرق السيارة. وإلى حين استلامه كاملا في الشطر الثاني من العام القادم، تعهد الوزير بفتح الطريق الاجتنابي على مراحل، أولها 8 كيلومترات تأكد من جاهزيتها للتسليم خلال سبتمبر القادم. ومع نهاية السنة تستلم أيضا المحطة الجديدة لتصفية ومعالجة المياه المستعملة بإليزي بقدرة استيعاب تفوق 40,000 متر مكعب. المزيد حول هذه المحطة التي شرعت في مرحلة التجارب مع إبراهيم بالخير. بقدرة استيعاب تفوق 40,000 متر مكعب وعلى مساحة 40 هكتارا تتربع المحطة الجديدة لتحويل ومعالجة المياه المستعملة ببلدية إليزي. المحطة التي شرعت في التجارب الأولية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية. كل مخارج المياه المستعملة لمدينة إليزي والخمس مناطق المجاورة لها مربوطة بهذه المحطة. هذه المحطة قدرة استيعابها حوالي 40,000 معامل سكني. احنا راه عندنا 6 احواض هنايا، كل مرحله فيها حوضين تنقسم. كاينه ريبارتيتور دو ديبي اللي يخرج من المبنى ما قبل المعالجه، تنقسم الى حوضين في دونك لا توتاليتي سي 6 احواض، اللي يكون الحوض السابع هو حوض التخزين. تعالج محطة ما يفوق 6,000 متر مكعب في اليوم، معتمدة في ذلك الطريقة الطبيعية دون إضافة أي عنصر أو مواد كيميائية. هذه كل مشاريع تنموية تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وهذه المشاريع التنموية هي كلها مشاريع مسطرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية. أهداف المشهودة من هذه المحطات هي حماية واد إليزي والطبقات المائية سواء السطحية أو الجوفية من التلوث، وكذلك نقطة أهم جدا وهي توفير مناصب عمل لشباب المنطقة والتي مقدرة إن شاء الله بتوفير حوالي 20 منصب عمل. أكثر من 20 فلاحا ومزرعة نموذجية سيستفيدون من مياه التصفية المعالجة طبيعيا لسقي الأراضي الفلاحية بولاية إليزي. تحضيرا للدخولية الجامعية المقبل، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار على تدشين وتفقد عدد من المرافق والهياكل البيداغوجية في كل من جامعة باتنا 1 و2. المتابعة لعيسى طاروب. لضمان دخول جامعي مريح على مستوى الهياكل والإقامات والتقليل من الضغط، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ودشن العديد من المرافق والمنشآت بولاية باتنا. قمنا اليوم بتدشين كلية الطب في 2000 مقعد جديد لكلية الطب. بعد ذلك قمنا بتدشين إقامة جامعية 1500 طالب، 1500 سرير،
وأيضا الآن نحن موجودون في كلية الحقوق والعلوم السياسية، والملاحظة العامة أيضا كلية العلوم السياسية فيها 1500 مقعد. هذه المدينة تحتوي في مجموعها على حوالي 70,000 طالب. ومن هنا عدد الوزير الإنجازات المحققة في القطاع حاثا الطلبة على التفرغ للتحصيل الجيد. الدولة الجزائرية وخاصة في العشرين سنة الأخيرة بذلت مجهودات جبارة. كنا 450,000 طالب في 1999، الآن 1,740,000 طالب. كنا 17 جامعة، كان عندنا 17 جامعة، الآن 50 جامعة. كان عندنا مجموع المؤسسات بما فيها المدارس والمعاهد العليا إلى آخره 53، الآن 106، يعني الضعف. كان عندنا حوالي 17,000 أستاذ، الآن في هذه السنة بلغنا 62,000 أستاذ يؤطرون هؤلاء الطلبة. وهذا يدل على أن الدولة الجزائرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تبخل على قطاع التعليم بصفة عامة. تلبية رغبات الطلبة فيما تعلق بالتخصصات بنسبة كبيرة، وفكرة الشباك الوحيد المجسد هذا العام من شأنها تحسين الأداء في المحيط الجامعي. وكنموذج ناجح لأحدية الطلبة خارجي المدرسة الجزائرية سليم إسماعيل الذي ارتقت به بحوثه التكنولوجية عاليا في سماء الابتكار بأوروبا، وهذا بعد نيله شهادة براءة الاختراع بفرنسا لتكنولوجيا جديدة في استرجاع الهواتف المستعملة والتي ستحدث ثورة في عالم رسكلة الهواتف الذكية. نعيمة منحور لديها المزيد. الباحث الجزائري سليم إسماعيل متحصل على شهادة التجارة العالمية في التكنولوجيا بكندا، سطع اسمه مؤخراً بفضل اختراعه لآلة أوتوماتيكية تتميز بتقنية الذكاء الصناعي. هذا الابتكار يعتبر الأول من نوعه في أوروبا. في سنة 2012 طورت على الانترنت موقعاً متخصصا في شراء الهواتف النقالة واللوحات الرقمية المستعملة، وخلال هذا النشاط تفطنت إلى وجود فئة من الناس لا يمكنني الوصول إليها بهذا الموقع، فئة من المترددين من يجدون صعوبات في بيع هواتفهم النقالة واللوحات الرقمية عبر الانترنت. فنضجت عندي فكرة اختراع آلة توضع في الأماكن العامة كمراكز التجارة ومراكز البريد، تسمح بشراء الهواتف النقالة والهواتف واللوحات الرقمية ومقابل ثمن يدفع نقدا. المخترع الجزائري سليم إسماعيل تمكن اليوم من الإلمام بجميع التقنيات لتجسيد هذا الابتكار بالبلد الأم الجزائر. اليوم تمكننا من الإلمام بجمع كل التقنيات التي يمكننا اليوم أن نعمل بتصنيع هذه الآلة هنا في الجزائر بدون أي عون من الخارج أو من البلدان الأجنبية. تحصلت على براءة الاختراع البروبريتي انتيليكتيال من لي ام بي في فرنسا بعد 3 سنوات من الانتظار. الحمد لله اليوم عندي براءة في فرنسا، والآن أنتظر براءة الاختراع في كامل أوروبا وفي كل الدول الأوروبية. لم لا؟ وهو صاحب الفكرة والمشروع والاختراع والمالك الوحيد لبراءة الاختراع في فرنسا وأوروبا. En fonction du modèle sélectionné, la machine propose le câble adapté auquel le client connecte son appareil. Merci de patienter. Nous allons tester votre appareil afin de vous proposer le meilleur prix. وكما أوردنا في العناوين، ما يناهز 5 ملايين مصطاف سجلها مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية إلى غاية شهر جويلية الماضي بزيادة قدرت بنحو 40% في ظل التسهيلات وتحفيزات الاستثمار السياحي. نادية سلطاني. وعي جميع الفاعلين في القطاع السياحي بالجزائر بضرورة إعادة ترتيب بيت القطاع انعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة هذه السنة. الاقتراب من تفاصيل المشهد السياحي مثلا بهذا المركب الجديد الواقع بمنطقة زمور البحري بولاية بومرداس توحي بأن مساعي إنجاح الموسم بدأ يظهر جليا على الوافدين إلى هذه المنتجعات السياحية. كان شي مضارب ما نعرفهمش، شوفهم في التلفزيون قول يا
شوفي واش عندنا وحنا ما على بالناش. عجبني الحال، فيه الضمان، فيه البرودة، فيه راكو تخلصوا الليلة هنايا 8000 دينار et on peut pas trouver moins cher ailleurs. J'ai été voir juste à côté dans تلقاي شومبرا بمليون ونص. هنايا بنغالو avec tout le confort 8000 dinars. On a un bungalow avec la climatisation, on a les sanitaires, on a l'eau chaude, on a la sécurité, parking, il y a des gardiens, l'accueil est super. في الدرونجي كي نكري دو شومبر نخلص دو شومبر. Tu vois, تما تقام لي بزاف. Je préfère هنا في الجي خير. نلعب بالجليلة، نلعب بالزجاحية، نلعب بكلش لهنا. بفضل ولاية بومرداس ووزارة السياحة اللي دعمونا في الاستثمار هذا، والحمد لله رانا درنا دي بري ريزونابل. عندنا لي طونت 280000 الليلة كيف كيف. بيان سور عنده فريجيدان داخل سي بلاس، عنده ان طابلو باراسول. بعث قاطرة السياحة في سكتها الصحيحة كانت من أولويات الأجندة السياحية بالجزائر، وارتفاع عدد المصطافين مؤشر على نجاعة التسهيلات الممنوحة. هذه السنة استقبلنا إلى آخر شهر جويلية حوالي 26 ألف عائلة، 220 ألف ليلة، وحوالي 4 ملايين و 800 على مستوى الشواطئ، 4 ملايين و 800 مصطفى على مستوى الشواطئ. بالمقارنة مع السنة الماضية ارتفعت حوالي 40% بالنسبة للعدد هذه السنة آخر جوية، وهذا راجع لأسباب تحسين الخدمات. هو توجيهات معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية بتخفيض الأسعار. تحسين الخدمات وتكوين العامل البشري رهان يرفع من طرف القائمين على القطاع بهدف جعله قيمة مضافة للتنمية الاقتصادية. وبالرغم من التعليمات والقوانين التي تمنع استعمال المركبات المائية قرب الشواطئ، إلا أن الظاهرة في تزايد بل وباتت تشكل خطرا على المصطافين، حيث أودت بحياة شاب عشريني بمستغانم. مليك زاجولي. هي المركبات المائية أو ما يعرف بالجيت سكي، نظمتها القوانين برخصة خاصة ورواق خاص مع منعها في الشواطئ المسموحة فيها السباحة، لكن أصحابها يضربون عرض البحر كل هذه التعليمات ويستعملونها لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى، ما يعرض حياة المصطافين للخطر. أنا راني مريقل قانون لاسيرونس بيرمي كل شيء كواعطي مريقل. ما الرواق تدخل في الرواق؟ القانون ندمره تلفون باش ندخل جامي نوض في الشط خاطر ممنوع في الشط. وهذو راهم يديرونجونا يدخلوا ديريكت يكروهم ماشي فاهم يكريه ويدخل به ديريكت. أم يديرونا في الإزعاج ويديرونا في يوم المرسوم 87 أيضا للتعليم الوزارية اللي صدرت مؤخرا اللي تمنع منعا باتا استعمال الدراجة المائية والزوارق في الشواطئ. ولكن في بعض الأحيان نشوفوا الظاهرة السلبية أنه نشاهدوا أصحاب الدراجة المائية بالرغم أنه ما عندوش رخصة ولكن يزيد يكري أو يتعامل مع السائحين في الشواطئ يعني بعادي بدون جيلي بدون يعني الوسائل الأمينة. تسجيل حالة وفاة بشواطئ مستغانم يعقد من عمل الحماية المدنية وحراس الشواطئ في عدم احترام أصحاب المركبات للتعليمات. السبب أنه هذا يكون كاره ولا يكون خاش ضربه وهرب خاش يكون مريقل يكون لاسيرونس مريقل يكون حبس له يكون ما هربش. نعرف أن هذه المركبات هي يعني تتميز بسرعة فائقة وربما يكون هناك حادث ولا استدام المركبة بمصطاف، ولهذا احنا يعني نناشد هذا الناس يعني ما يقتربوش من المناطق المسموحة للسباحة. هناك مناطق وأروقة مخصصة لهذا المركبات المائية. سجلنا بطبع حالة واحدة يعني ويعني هذه الحالة كانت في منطقة صخرية إثر ضربة لجازكي لشاب يبلغ من العمر 25 سنة، نقل إلى المستشفى حيث نفض آخر أنفاسه في المستشفى. الانتقال من سياقة جيتسكي إلى قفص الاتهام معادلة صعبة، فهي دعوة إلى أصحاب المركبات المائية لاحترام حياة المصطافين واحترام التعليمات. ودعوة أخرى لأصحاب المركبات والسائقين لاحترام قواعد السلامة المرورية، وهذه المرة من ولاية معسكر التي حطت بها القرية الصيفية لقافلة التنشيط التي تنظمها وزارة الداخلية ببرنامج تحسيسي ترفيهي متنوع لفائدة الأطفال. محمد سلمي.
أهزاز فولكلورية وألعاب بهلوانية. حطت قافلة التنشيط والتحسيس الرحال بدائرة الحشم ولاية معسكر بعد ما جالت ولايات الوطن. الأهداف المسطرة وهي أعمال ترفيهية أو تحسيسية بالنسبة للنشء اللي هو الطفل، لأنه هو اللي رايح يكون إن شاء الله في المستقبل. هذه منطقة تعتبر بلدية من بلدية الريفية النائية التي تفتقر إلى مثل هذه النشاطات، فكان الاختيار على هذا الأساس. كما عرفت التظاهرة تقديم برنامج ثري وهو ما لقي استحسانا عند هؤلاء. رسالة بين مدور الأطفال، رسالة نبيلة، هي الوقاية المرورية. أنا فرحانين بهذه القافلة، وكل عام الأخت تعاود. نشكركم على هذه الألعاب الذي قدمتهم لنا. شكر الناس اللي دارونا هذه الألعاب وعاونونا. هذا وستشهد ولايات أخرى تنظيم مثل هذه التظاهرات، وهو ما سيسهم حتما في تنشيط صيف أطفال المناطق الداخلية للوطن. إلى البقاع المقدسة يغادر غدا فوج من الحجاج المتكفل بهم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي يضم كبار السن والمعوزين من مختلف ولايات الوطن، حيث ثمنوا هذه المبادرة الطيبة متوجهين بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية. وبالمناسبة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة استكمال كل الإجراءات لنقلهم في أحسن الظروف. التغطية لياسين نقاش تقرير لملك خليفة. أمنية تحققت لزيارة بيت الله الحرام. ضيوف الرحمن ببهو الفندق ينتظرون إعطائهم الإرشادات اللازمة لأداء مناسك الحج. نشكر فخامة الرئيس بوتفليقة على هذه الهدية الكبيرة اللي الإنسان ما كانش متوقعها، ونشكره بالبزاف، ونشكره ألف شكر. نشكر رئيس تاعنا سي عبد العزيز بوتفليقة على هذا الحجة اللي طهلنا، وإن شاء الله ربي يطول في عمره ولولية الوالد، وربي إن شاء الله ينصركم، والحمد لله قبضوا بينا وكله. نشكر الله ونشكر الرئيس على هذا الهدية المقيمة، ووصلنا وين كنا نحلمه. الشكر تاعي الجزيل لكل من ساهم لي في تحقيق هذه الأمنية، هذه لزيارة بقاع المقدسة سيد رئيس الجمهورية. نشكرهم بزاف لحقوا لي الأمل هذا. غنية إيداليا ذكرت أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالحجاج البالغ عددهم 118 حجا. نشكر قبل كل شيء فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذه المبادرة الحميدة التي ارتأى تعميمها كل سنة لصالح فئات ذات الدخل المحدود أو ذوي أو معدومي الدخل. وفرنا كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح لهم بأداء فريضة الحج في أحسن الظروف. ها هي الدولة تنوب عن أبنائها وتكرم الآباء وتكرم الأمهات وترسلهم في حفظ الله وصونه. ساعة قليلة تفصل حجاجنا الميامين عن رحلتهم المتوجهة إلى البقاع المقدسة، رحلة سعيدة وحج مبرور وذنب مغفور. حج مبرور إن شاء الله. وفي الذاكرة التاريخية أحيت بلدية برج بنعمة بتيسم سيلت الذكرى 57 لاستشهاد الرائد الجلالي بنعمة قائد الولاية التاريخية الرابعة، وهذا بحضور وزير المجاهدين طيب زيتون الذي أشاد بخصال ونضال الشهيد البطل، مؤكدا على تخصيص برنامج ثري ومتنوع للاحتفال باليوم الوطني للمجاهد بإشراك عدة قطاعات. المتابعة لخليل تواتي. إحياء الذكرى 57 لاستشهاد الشهيد البطل الجلالي بنعمة المدعوسي محمد كان بمسقط رأسه بقلب جبال الونشاريس الأشم باستحضار خصاله ومسيرته النضالية التي أهلته لقيادة الولاية التاريخية الرابعة. زعامة نقول لك زعامة تاع بنعمة راه كلش شهد عليه التاريخ تاعه، شعب وجيش، إنسان زعيم وإنسان حنين. يقبض جندي يسيبو يقلع القمجة تاعو يعطيها له، يسيبو بلا ساعة يقول له هاك. كانت الخصلان تاعو الخصلان تاعو درك ما تسهرش وما نصيبوهاش دروك. كان كي يعطي عمر يعطي عمر، كانوا ناس معانا سجعان يعطي عمر، قال البلاصه الفلانيه يلزم البلاصانيه تموت فيها ولا تموت فيها.
وكان هو كون ينذكر في بلاصه يقول لك فرنسا ما تخليش البلاصه هذه. وزير المجاهدين ولد إشرافه على الاحتفالية المخلدة لذكرى الشهيد ذكر بالحاضر وما تتمتع به الجزائر من أمن واستقرار في كنف السلم والمصالحة الوطنية عشية الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد. إنما تنعم به الجزائر اليوم من نماء ورخاء وأمن واستقرار ومجد وعلا واستمرارية في البرامج والإنجازات يعود فيها الفضل بل كل الفضل لفخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من الجزائر قلعة من القلاع الشامخة للسلم والمصالحة. ذلكم المشروع التاريخي الحضاري الذي ننعم بنتائجه اليوم، وأهل وأبناء تسمسيلة يعرفون ويدركون ذلك ويحسون بذلك. المناسبة أيضا كانت وقفة عرفان وتقدير وتكريم من مجاهدي وسكان ولاية تسمسيلة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير ما حققه من إنجازات. في جو جنائزي مهيب بوري الثار اليوم بمقبرة سيدي علال ببلدية الصيادة بمستغانم جثمان مقدم الزاوية العلوية لمستغانم الحاج بن عودة بن تونس. جنازة الفقيد حضرتها السلطات المحلية إلى جانب جمع غفير من المواطنين ومريدي الزاوية. إن لله وإن إليه راجعون. في إطار محارك مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي اليوم في عملية نوعية قرب الشريطية الحدودية الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار من إلقاء القبض على الإرهابيين المبحوث عنهما، ويتعلق الأمر بطرشان أبو بكر المدعو أبو عمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 والإرهابي ونكار مليك الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. كما مكنت هذه العملية من ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وهذا بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي أضاف بأن هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني في تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وتعكس يقظتهم الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وفي إطار مكافحة الإرهاب دائما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بعين الدفلة مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع وهواتف نقالة وأغراض أخرى. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتمراس تاجري مخدرات بحوزتهما كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة تقدر ب 29,600 قرص. كما ضبط حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان 3 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج. وبعين قزام تم توقيف 8 مهربين وحجز مركبة رباعية الدفع، وببسكرة تم توقيف مهرب وحجز مواد مهربة. من جهة أخرى ضبط حراس السواحل بالقالة 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس وكيلوغراما ونصف الكيلوغرام من المرجان، فيما أوقف أفراد الجيش بتلمسان 8 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة. وفي عملية نوعية أخرى تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني من حجز كمية معتبرة من المؤثرات خلال هذا الأسبوع، وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في استيراد المخدرات وتهريبها عبر الحدود تنشط عبر محور بشار تبسة وورقلة. حزبين الآن التقى الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بالقاسم ساحلي برئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة. اللقاء تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. فرصة اللقاء اليوم كذلك كانت فرصة بالنسبة لحزبنا أننا نشرح لإخواننا في حركة البناء الوطني ما هي منطلقات المبادرة اللي احنا أعضاء فيها مع أحزاب الموالاة اللي سميناها مبادرة الاستمرارية. بالنسبة لنا الاستمرارية اللي دعينا لها السيد رئيس الجمهورية لها منطلقات ولها متطلبات. منطلقاتها أولا أننا حزب موالاة ننسجم تماما مع خطنا السياسي. نتكلم على الاستمرارية لنعطيها عدة عناوين: تحدي سياسي، تحدي اقتصادي، تحدي اجتماعي، تحدي أمني،
وتحدي خارجي. البحث عن تشخيص حقيقي للإيجابيات والسلبيات، ثم الحوار والجلوس لمختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين مع بعض للبحث في الوصول إلى مستقبل أكثر أمناً. في إطار النشاطات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري، انطلقت صباح اليوم قافلة إنسانية إلى مخيم اللاجئين الصحراويين بتندوف محملة ب 125 طنا من المواد الغذائية. بالنسبة للشعب الصحراوي اللاجئين الصحراويين المتواجدين على أراضينا منذ 1975 والذين يعانون حاليا من قرار تعسفي يتمثل في تقليص المساعدات الإنسانية للصحراويين، وأمام هذا الوضع وبالتنسيق المحكم مع الهلال الأحمر الصحراوي يعني ارتأينا من الضروري دعم الشعب الصحراوي بهذه الكمية 125 طن من السكر و63 طن من الرز. ارتأوا المتطوعين ومتطوعات الهلال الأحمر الجزائري باش يقدموا هدية رمزية، عربون محبة، عربون إخاء، تجديد عهد. كيف الحقيقة هي التي اعتدنا عليها وهي مألوفة من طرف الهلال الأحمر الجزائري وتدخل في إطار تقاليد التضامن العريقة للشعب الجزائري مع كل قضايا الشعوب في العالم وخاصة قضية الشعب الصحراوي. يأتي هذا إذن فيما تتواصل فعالية الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بجامعة بومرداس، حيث شكل دور الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في تفعيل العمل التحرري ووضع حد للتعتيم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال المغربي محور مداخلات أساتذة ومختصين. إلهام عشير. نقل صورة الواقع الصحراوي الذي حاول الاحتلال المغربي التعتيم عليه بما أوتي من قوة، واقع وجد ضالته في التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال التي ساهمت بشكل كبير في إيصاله إلى ربوع العالم. محاور ركزت عليها المداخلات التي ميزت فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية في طبعتها التاسعة. القضية الصحراوية مرت بمراحل، ولكن أصعب ما مرت به هو التعتيم الإعلامي. الاحتلال المغربي يحاول أن يضايق الإعلاميين الصحراويين لأنهم كشفوا حقيقة ما يمارسوا من انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وفي ظل تزايد الوسائط الجديدة للإعلام والاتصال، أخذت القضية الصحراوية صيتا واسعا. دخول المعطى التكنولوجي والطفرة المعلوماتية التي حدثت كانت يعني نعمة بالنسبة للشعب الصحراوي، لأنه أصبح يتزايد مفهوم المواطن الصحفي، وأصبح المواطن داخل الأرض المحتلة يستطيع أن يعين في الجهد الإعلامي العام. الحال الصحراويين ينشطون بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهم اليوم يملكون مواقع إلكترونية بالعشرات تنشر بجميع اللغات، وكذلك تعتمد على الصوت والصورة في إيصال يعني واقع الشعب الصحراوي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها شعبنا. مثلا صور قمع النساء الصحراويات في المتظاهرات المدافعات عن حقهم في تقرير المصير في العيون المحتلة، يعني تلك الصور عرضت في جنيف، عرضت في مقر الدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف، يعني ودافعوا عنها مجموعة من المدافعين الصحراويين، مجموعة من المدافعين أيضا الدوليين عن حقوق الإنسان، دافعوا بتلك الصور عن طريق أنها حجة دولية ملموسة. يعني معادلة هامة أدركها الصحراويون في كفاحهم المشروع ضد الاحتلال من خلال استخدام سلاح التكنولوجيا الحديثة للإعلام التي بات وقعها أشد وأكثر تأثيرا لدحض مزاعم المغرب ومواجهة مغالطاته. وهذه الآن أخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة مع صالح قاسي وعبد النور بعوز. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 347 هالكا على الأقل، والحصيلة مرشحة للارتفاع أمام تضاؤل الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض. أما مخاوف السكان فهي تزداد كل يوم بفعل الهزات الارتدادية.
أمطار غزيرة ورياح عاتية وتوقعات حول وصول إعصار قوي إلى العاصمة طوكيو ابتداء من اليوم. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن رياح العاصفة قد تتجاوز 180 كيلومترا في الساعة، ومياه الأمطار قد يصل منسوبها إلى 350 مليمترا على مدى 24 ساعة. حريق مهول اندلع بمنشأة طاقوية في مدينة مومباي بالهند، 40 شخصا تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة. أما الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد لم يتم إخماده بشكل كلي نتيجة صعوبات اعترضت مهام رجال الإطفاء، من بينها احتواء المنشأة على مواد كيميائية سريعة الاشتعال. حضارة المايا بأمريكا الوسطى التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 7000 عام ما تزال تكشف لنا عن خباياها في زمننا هذا، حيث عثر علماء الآثار على مجموعة من الرفات تعود إلى الأسلاف الأوائل لشعب المايا وتم عرضها بمتحف العاصمة مكسيكو. إلى أخبار الرياضة الآن. ولحسابية الدوري 32 ذهاب لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم، عاد ممثل الجزائر اتحاد العاصمة من العراق بفوز ثمين بهدف دون رد أمام نادي القوة الجوية العراقية. وفي الذكرى 97 لتأسيس نادي مولودية الجزائر، احتفالات مخلدة شهدتها شوارع القصبة وكذا شواطئ باب الواد احتفاء بالعميد وأبرز أسماء اللاعبين الذين صنعوا أمجاد الفريق. فريد بوساحية. هذه الاحتفالات عرفها شارع بن عشير بالقصبة الذي شهد ميلاد المولودية ذات ليلة من ليالي رمضان سنة 1921. جمعية أصدقاء ومحبي نادي المولودية عملت على إنجاح هذا الحفل الذي حضرته كل الأجيال وكانت للذاكرة فيه كلمة. عبر التاريخ قريت وبحثت وتبعت ولعبت وسيرت، والحمد لله اليوم ربي وفقنا. صدقوني كما بداوا الاولانيين بدينا هذه الخطره في ثلاثه في مقعه، قاعدين هذا 97 سنه تاع المولوديه واش راحين نديروا؟ يعني تدي ميني دو موايان، والله ما عندنا شيء تندار ان شاء الله. هذا النهار هذا يا اليوم نتفكروا فيه القدم ونتفكروا فيه الجدد. كي نقول القدم باسكو هاد حنايا ماذا بينا هاد الجيل اللي راه جاي هدايا يعرف المولوديه شكون هاد المولوديه. بابا واش حاب يلا كري المولوديه بور لي جون، سمعت قال لك انا سي با بور موي بوفي بيان كري المولوديه اوف واحد ما ينحيها له. هو كي راح لا بريفكتور كي قالوا له علاش تحب كذا قال له سي بور راماسي لي جون ولو كي راس دون دي كافي. Moi, je les ramasse, je vais les éduquer, je vais les discipliner. تكريمات لصانع مجد المولودية عرفها الحفل الذي انتهى بتدشين هذه الجدارية المخلدة لأسماء من صنعوا تاريخ هذا النادي العريق. احتفالات المولودية بذكراها تواصلت بشواطئ الكيطان بباب الواد بهذه الألعاب النارية التي أبهرت الجميع. واستعدادا للموسم الكروي الجديد، تواصل شبيبة الصورة تحذيراتها حيث دعمت صفوفها بلاعبين جدد تحسبا لخوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا. عبد العزيز بن سلم. الجهاز الفني بقيادة نبيل نغيز رفقة إدارة النسور انتدبوا 10 لاعبين جدد، بينهم لاعبون يملكون الخبرة كخوالد وبلعويدات وعواج، إضافة إلى لاعبين شباب ينتظر تألقهم مع الشبيبة سواء على جبهتي البطولة أو دور أبطال أفريقيا. جد محترفة كل أمور وفرناها كإدارة في مستوى عالي، اللاعبين يعني والطاقم الفني يحضروا في كل إرياحية الحمد لله. أيام قليلة قبل قص شريط الرابطة المحترفة الأولى، يواصل شبيبة الصورة بجد كبير تحضيراته استعدادا لأول مباراة له أمام شبيبة القبائل. الفريق استعد على ثلاث مراحل آخرها تربص بتركيا،
دام 3 أسابيع كاملة. بالنسبة يعني 90% 85% رانا واجدين، ولكن مباراة راح نطلعوا يعني في الشدة وبالمستوى ونكونوا حاضرين يعني في المباريات الجاية، يعني بعد 4 أو 5 مباريات راح تكون يعني المجموعة حاضرة 100%، لأن عندنا مجموعة منسجمة، مجموعة متكاملة بين بعضها البعض، شبان ولاعبين اللي عندهم خبرة. هذا كامل كما يقول لك باش نحضروا إن شاء الله للشامبيونة، وين راه يستنى فينا بريمير ماتش كونتر لا جياسكا، وين الحمد لله رانا واعيين مليح بالمسؤولية اللي راه تستنى فينا. فريق كبر، وثاني كي تشوف الريكروتمون اللي درناه عيب تقول باغي نلعب على البقاء مالغري هذه كره قدم ما تعرفش ما لا دعمنا بلاعبين ذوي خبره للمنافسه الافريقيه والبطوله. شبيبه الصوره الذي يعد من الفرق الاكثر تنظيما واحترافا بين انديه النخبه يضع الحصول على الدور الممتاز هذا الموسم ضمن اهدافه دون اغفال المنافسه القاريه، والانتدابات النوعيه تؤشر على موسم ناجح لنسور الجنوب. وشيء من الترفيه الآن، ولمن يريد الترويح عن النفس الدعوة مفتوحة لزيارة مدينة عين الدفلة التي تستضيف مهرجان الفكاهة والضحك بمشاركة ممثلين وفكاهيين من مختلف ولايات الوطن. فؤاد مسوس. في قالب فكاهي تناولت فرقة ثلاثي الضحك لمدينة سيدي بلعباس مواضيع اجتماعية لمست مشاعر الحاضرين. الفكاهة صبحت هي الوسيلة السهلة اللي يهدمها الجمهور، لا كوميدي نوار، هذه لا كوميدي نوار يعني معاناة الشاب ولكن في قالب فكاهي. جمهور عمرة، جمهور رائع جدا 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 ومعروف بالهذا، واليوم كان لنا شرف كبير جدا نكونوا في العمرة. والله كي نكون في الكواليس وباغي ندخل نحس روحي راني في فوق القمر. خمر يوري غاغارين. حاضرون ومعظمهم شباب أعجبوا بهذه العروض التي تداول بعض الممثلين الفكاهيين على تقديمها وانسجموا معها، بل أعجبوا بها كثيرا. جاونا ناس ضياف رحبنا بهم وفرحونا وضحكونا، جيبوني بزاف صوالح متعونا الجمهور بارك الله فيهم فكروا العامرة. نجم الليلة كان أحد صانعي الابتسامة في التسعينيات، حزيم أمتع الجمهور بعرض فكاهي صفق له الجميع. جمهور تاع العامرة ما شاء الله جمهور دواق، لا خاطر انا صافي لا ديزيام فوا اللي راني هنايا بارتيسيبي في هذا الفستيفال تاع العامرة ولاية عين دفلة، وما شاء الله. مهرجان ليالي الضحك سيتواصل بعدة مناطق في ولاية عين الدفلة، ينشطه عدة نجوم الفكاهة الجزائرية. وبأخر سهرات نجوم الفن الجزائري الذين ألهبوا ركح الموقع الأثري لجميلة بسطيف نختم نشرتنا أين يرصد لنا سعيد بلونيس أجواء السهرة الختامية لطبعة الرابعة عشرة لمهرجانها السنوي. لعل ما يحفظ للطبعة 14 من مهرجان جميلة أنها كانت جزائرية أداء وروحا، وحاولت أن تتسع لاحتواء كل الطبوع من كل الربوع الأصيل منها والفروع لتستجمع كل عوامل النجاح. طبعة جزائرية بامتياز نشطها مجموعة كوكبة من الفنانين، هم اللي صنعوا الفارق وصنعوا الحدث من خلال استقطابهم لجمهور كبير. قاشي فرمي خدمنا يعني على كل حال كل التذاكر يعني بيعت، اليوم نشوفوا اليوم في حفل الاختتام، ونوعدوا الجمهور الجزائري بأن الطبعة 15 راح تكون مميزة. في حفل الاختتام أيضا قطعة ثمينة من فسيفساء الأغنية الجزائرية مرت عبر باب كاراكلا بكويكول. جميلة أول مرة إن شاء الله يحالفنا الحظ باش نخدموا فيها، وإن شاء الله ماشي هذه هي الأخرى إن شاء الله. الجمهور على اختلافه وتفاعله كان بدوره جزءا من هذا النجاح. يعني انا فخور بهذا المهرجان هذا، وفخور بالناس اللي يعني داروا المهرجان. اقبال الزوار عليه وتنوع
تنوع الفنانين اللي مروا على هذه الخشبه. ماذا بيا كل عام تسكر السهره هكذا ويديروا لنا حفله مليحه ونجيو اكل. على وقع كادر جابوني ودعت تجميل جمهورها لتعيش على امل الاتي من الطبعات. فرحان باش نتلاقى مع الجمهور، الجمهور تاعنا اللي توحشته بزاف، جمهور مدينه الجميله، الجمهور الصيفي اللي عنده مكانه خاصه في قلبي. أجواء نختم بها، وبقي فقط أن أذكر بأبرز العناوين. تدشين مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية بغليزان. وبدو يؤكد إصرار الدولة على مواصلة تعزيز التنمية بالمناطق النائية والتكفل بانشغالات المواطن. أبعاد تنموية وسياحية لمشروع الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال، وتسليم الشطر الأول شهر سبتمبر الداخل. تسجيل نحو 5 ملايين مصطاف بفضل تحسين مستوى الخدمات بمجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية. وفي النشرة وقفنا عند مخاطر ظاهرة انتشار المركبات المائية قرب الشواطئ. وفي الواجهة الفنية مهرجان والفكاهة والضحك يحط الرحال بعين الدفلة. ومهرجان جميلة يختتم بكوكتيل من مختلف الطبوع الجزائرية. عبر العناوين الظاهرة دائما في الخدمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.